المغامر اللبناني ماكسيم شعيا يتحدى نفسه والطبيعة من جديد، ويتمثل التحدي هذه المرة في اجتياز المحيط الهندي في مركب تجذيف انطلاقاً من مدينة بيرث غرب أستراليا وصولاً إلى جزيرة موريتيوس شرق أفريقيا. وإن الله راد، يعني بعد كنا عم نحكي أنه أنا بدي أعمل كذا، أنا بدي أحاول أقطع المحيط الهندي بالتجذيف، مع العلم أنه أكثر من 60% من المحاولات فشلت. ماكسيم شعيا منهمك في تحضير مركبه الذي أطلق عليه اسم تريو، ويرافقه اثنان من زملائه ليجتازوا 6500 كيلومتر خلال 90 يوماً في وجه مخاطر البحار. هالمركب هيدا شريته من شخص من كرواتيا كان أوريدي قطع فيه الأطلسي، بس الأطلسي منه كبير قد الهندي، بقى جبرت عدل فيه كتير، غيرت كتير قصص فيه وجددته كله سوا. لأول مرة لحفيه الجمهور يشاهد شو عم بصير على الشخطور أوقات لايف، لأنه في عندي كاميرتين، واحدة على هالصارة واحدة على هيديك الصارة. إنجازات ماكسيم في تسلق القمم السبع في العالم والأقطاب الثلاثة أعطته خبرة ومعرفة فيما قد يحتاج إليه في مغامراته المقبلة، فلم ينسى أي تفصيل. هدول ثلاثة كلهم سولار بانلز والويند ميل بيعطوني كهرباء تغذوا البطاريات، عندي بطاريتين، عندي جهاز هون بيكرر مية البحر حتى أقدر أشربها. في غرفتين صغار، الغرفة الأساسية هي ورا يلي فيها كل الإلكترونيك إكويبمنت. هيدول للملاحة نحن وبرا، هيدي الدفة اشتغلنا عليها كتير، وهيدي فاتة لجوا، في عندي أوتو بايلوت جوا. بما إنه هيدي شغلة معقول تنتزع كتير، في عندي اثنين سبير. هيدول اثنين الأنتناز للـ VHF، يعني إذا بدي أحكي مع شخطور بستعمل VHF، يعني هاند هيل. هيدول بحط الأكل هون، المي بنحط هون وهون وهون. لازم يكون في عندي 200 لتر مي، هيدول بسموهم بالاست، هذا التقل يلي بيمنع الشخطور انه يبرم. هيدي الـ VHF تبعيتي، هيدا الاوتو بايلوت، هون فيني شيك اذا بطاريتي معبية او لا، وهيدا تابلو الكهرباء. تعلمت من خلال المغامرات السابقة انه جسم الانسان آلة خارقة خلقها ربنا، وهالجسم اذا كنا صبورين قادر يتأقلم بأي محيط بتزتي فيه. يبقى لنا أن نتمنى لماكسيم شعيا رحلة موفقة في تحقيق إنجاز جديد يضيفه على سجله الحافل. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.